اهلا بكم حبايبي المتابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة، اتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. وانتوا بتشاهدوا حلقة اليوم اشتركوا في القناة بالضغط على الزر احمر زر اشتراك وتفعيل علامة التنبيهات على الكل، عشان دايما اول ما نزل فيديو جديد تكونوا اول من يشاهد الفيديوهات، وفضلا وليس امرا لايك للفيديو. القشرة هي من الحاجات المزعجة، مش بس كشكلا لا وعدم ثقة بالنفس، لا ده كمان مشكلة القشرة ان هي بتسبب تساقط الشعر، بيوصل معنا الموضوع لحد الصلع سواء كسيدات كسواء كرجال. مشكلة القشرة من المشاكل الازلية. مشكلة القشرة كمان ان هي معدية، فهي ممكن تصيب اكتر من فرد، فعشان كده خطوة ان احنا نهتم جدا بالتخلص من القشرة مش حاجة كده تجميلية او كحاجة من النوع من انواع ان احنا بنضيع فلوسنا كده، لا دي حاجة ضرورية جدا. فعشان كده انك تختاري شامبو عشان يعالج معاك القشرة ده من الخطوات الضرورية جدا، ومينفعش تشتري اي شامبو خلاص، لان في شامبوهات للأسف الشديد فعلا بتدمر فروة الراس، بتسبب جفاف جدا، بتسبب خشونة، بيوصل معانا الموضوع لحد التلف. لكن النهاردة ريفيوه اليوم مختلف بقى، هنبعد عن كل الحاجات السلبية والشامبوهات الموجودة في الأسواق اللي بتكون بتدمر الشعر. هجيب لكم منتج من أشهر المنتجات، ومش أنا يعني مش لسه هنتكلم عنه جديد، لا الشامبو ده من قديم الأزل من زمن الزمن، وحقيقي أثبت فعاليته وعمل ضجة وقلبان في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كله. هو شامبو هيدن اند شولدر، شامبو ده مخصص للقشرة. شامبو ده مهم جدا جدا، بينظف فروة الراس بشكل كبير جدا جدا، بيحمي الشعر وبيرطبه مع الاستخدام المنتظم، هيخلصك بنسبة 100% من القشرة، بيديكي شعر رائع وصحي ولامع، بيحافظ على شعرك جميل وخالي من القشرة، فهو من الحاجات الحقيقي تحفة. ده غير كمان انه يعتبر في الاسعار المولعة نار، دي يعتبر سعره الى حد ما اقتصادي، والكمية بتاعته يعني الازازة بتاعته بتفضل معانا فترة طويلة جدا، اقتصادي جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وريحته تحفة. يعني بالنسبة للناس اللي مهتمة بقى بالروائح وكده، فانا عايزة اقولك ان ريحته هتعجبك جدا، وريحته حلوة، قوامه كريمي، قوامه ناعم على الشعر، حاجة كأنك بتحطي كده تحفة، كأنك بتحطي كريم على شعرك مش بتحطي شامبو. فحقيقي يعني من المنتجات الحقيقة هتفرق كتير جدا جدا، خصوصا في علاج القشرة، بيناسب سواء رجال سواء سيدات، انا شايفة ان هو مناسب للكل. بنستخدمه كم مرة؟ بنستخدمه بس مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده. ونحاول ان احنا مع كل استخدام بنرج العلبة قبل الاستعمال، وبندلك الشعر، طبعا الشعر يكون مبلول، وبندلك ونهتم جدا بخطوة ان احنا ندلك فروة الراس حتى الاطراف، ونغسل الشعر، وطبعا يعني اثناء فترة العلاج ان يكون الادوات الشخصية بتاعتنا سواء المنشفة القطنية، استعمال المشط بتاعنا، يكون ادواتنا كلها شخصية عشان ما نصابش بالعدوى مرة اخرى او بالقشرة، او ما ننقلش العدوى لحد سليم. اهتمام بخطوة الترطيب، لان برضو الشامبو ده انا بحس ان هو بينشف الشعر كتير، فاهتمي بخطوة ترطيب الشعر عن طريق استخدام كريمات او حاجات برضو تكون لطيفة، ما تسدش من المسام عشان ما تسبب لكيش القشرة. وبس كده حلقة النهاردة انتهت، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ريفيو اليوم سريع عشان الناس اللي بتحب الكلام المختصر، اكتبي لي رأيك وتجربتك معاه. اما الفيديوهات اللي فاتتك فهي ظاهرة دلوقتي على الشاشة، تقدري تتفرجي عليها هتفيدك جدا. لايكات كتير، شير كتير للفيديو، انشروا الفيديو ده في اكبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على السوشيال ميديا، على صفحتك الخاصة على الفيسبوك، ابعتيه لاصحابك وعيلتك وكل تعرفيهم عشان الفايدة هتعم.